رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. إيمانيا بما غل وحي أخيام يجيب لقي إيمانيا يوم القيامة مالك قيامة أي الله إيمانيا. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوش قال استرجلا ومن الأسد قبيلة أسد ليلهد كمدة يقال له ليلهد ابن لطبية ابن لطبية مقعيس اللورنشر على الصدقة صدقاء وكيشي نبي صلوات الله وسلام عليه. فلما قدم مركو صوغ للصدقة أوكياني قال وحيري هذا لكم وهذا أهدي إلي كان دينك اسكله وحوله يعني دين صور شقيي انت النانيغا ليسو هدي وليسو سيي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوا استاغي على المنبر منبر كدوشي سو اسكو تاغي معنا وخطبه دي خطبه بسله تاغي نبي. فحمد الله الهي بو مهدي سبحانه وتعالى واثنى عليه واماني ثم قال وحري اما بعد انت كقدال فاني انو استعمل وحان شقالي الرجل نين ومنكم إذنك إذن كمدا فيقول حورني هذا كان لكم إذنك إذن سقنادي وهذا متكن أهدي إلي وليس هدي أفلا جلس مفريست في بيت أبيه وأمه قرقه يدي يا أبيه مفريست حتى تأتيه إلى أي وقت ماده هديته هدي يدي إلى أي وقت ماده إن كان صادقا هدور شيئا. أنا وح لغوسينا يوح لغو هديينا يا ومسؤولية دن هي حلك المسلمين تي لودي بي هدورون شيء غي هدية لسينا يا قرية أبيه يهوي دي مسك فريستو. طيب نبي وح أمضى كبر بارنا يا روحي مسؤولية هي حل يهو جان لودي بو أنا نحلك هي مسؤولية ده أنا وحبك وقاعدا أنا وحبك وقاعدا. نبي صلوات الله وسلامه عليه وحده والله إلهي بن كودرتي لا يأخذ مقات أحد روح منكم إذن كإذن كمذا شيئا شيء مقات بغير حق حق دركم مقات إلا لقي الله إلهي بلقل ميا سبحانه وتعالى يحمله إسقو حنبارسن ودش كسد شيء أخيامي يوم القيامة مالك قيامة. فلا أعرف أن وانقر رجلا نين أو منكم إذن كإذن كمذا ننكاس لقي الله إلهي لقل ميا سبحانه وتعالى كاسو يحمل حنبارسن بعيرا نيف جيلا ايو حنبارسن يه او له رقاء عي ايو سغنات نيف جيلا عي رقاء وا عيدا جيل او عي مركا نيف جيلا اولو ليا ليلها. طيب او بقرة ام نيف الله او لها او سغنات خوار عبا او سغنات يعني عيدا الله ذا نوحال لها بنا حنسة أو شاة أما نيف أريو تيعر عيايا أريغنا وحالو استعمال جلاديسة. طيب ثم رفع يديه لبديسة قعمود بو نبي كر قاضي فقال وحيري اللهم هل بلغت إله مرقاتي يا مرقي قاهو إن قارسيي حديث صحيح وبخاري ومسلم باوريني. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وحيد خرجنا ونبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لتركيسة إلى خيبر خيبر حق يذا نبحنا فلم نقن ما ننقني ميسا ذهبا ذهبيا ولا ورقا فضته ما ننقني ميسا مع نقني ميسا غنمنا وحان نقني ميسا المتاع ألابي والضعام عنتو يوصياب دربا نقني موهلا. ثم انطلقنا ونبحنا إلى الوادي وادي حقي سيبا نبحنا يتوقي
ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لشركي سوحاها عبد أدون له نبي قوصق نادي أدون كاسو وهبه أوهي بي الله إسقا رجل ننؤ من جذام قبيلة جذام ليلة أوهي بي فلما نزلنا مركان الدقني بقام استاغي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أدون كيسيبا استاغي يحل حال فريه رحله نبيغا ألابتي سي سامان كيسي حال فري فرمي وحال لغسو توكتو لغسو غني بسهم لاب فكان وحو هذا فيه يعني سهم قاسي وحو هذا حتفه أي موته قيردي سيب وهذا لاب كيبو دينت فقلنا وحانو نري هنيئا له الشهادة بقادين شهاد الله بقادين يا أسقناتي شهادة أنك أسقناتي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحري كلا ليس الأمر كما تقولون أرنكو سيدات ليديه ما هي والذي نفس محمد بيده الله نفت محمد قعنتي سكو جرتان كو دارته إن الشملة قعي لتلتهب ويهل عيسى عليه دوشي سنار النار بيكوهل عيسى قعص أخذها أوقاتي من الغنائم غنموين كي أوكاقاتي يوم خيبر مالين كي خيبر قنموين كاسو لم تصبها آني أصيبين المقاسم غيبتي آني كردعين انتان قنمة دي لقيبين كهر قو حضيب النار تأوقه العيها. طيب شهادة دي سي عمل إلهي سبحانه وتعالى أعمال شيء عبادة إلهي اللو قدو وادو كو أوقي ما هبدن أو جهادة يهلق نكو شري قفكني لكن محار داوعي خلق أوقي قرصدي أو حضيب وحي داوعي وحي قلافتي مستقبل كي سيقيمي قبضنا إيه مرتقات كي إلهي سبحانه وتعالى جندي سيقيمي قبضنا أمتي صلى الله ودعي كرتا مركي سقو غفكو سقو إسلقو من سقو عباده يعني عمل كتشرة إن عمل كي سي يعني وحدا وعن انتو لي ماده إلهي جندي سآن أمتي صلى الله حديثكو وحديث صحيحة وبقاري يعني يا مسلم باوريناه قال وحول ففزع الناس ضدك بأرجج حي فجاء رجل نبا وحليم بشراك صون أو شراكين أما لبصون بوليمي يعني كبت صون كير يعني مركا كل سنة صول كل قليل إن دش أما إن لقات كل يلهدو كاسوليم أو إصلاح كبكو سميس فجاء رجل نبا يمين بشراك صون بوليمي أو شراكين أما لبصون فقال النبي وحولي شراك أو شراكان من نار أما واصون أما واللبصون وسببت هذا النار لغو متيسمه متفق عليه مرك حولها أمد أرد حي أما هيا رادين أما هبدنا دين روح وحكم متيسمه يا عقاب له وأخرج أبو داود حصصا من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وأبا بكر أبا بكر وعمر حرقوا حيقبين متاع الغالي ننكي وحضي ألابتيسي وضربوه وين قراعين حديث كان سندك صاد ضعف وكجر وضعيف صغو. وقال عبد الله بن عمرو وحولي كان وحاها على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلوات الله وسلام عليه عليسكي سوحاها معناها حماميسة يا ألابتيسة وحاؤهي رجل نين أو يقال له ليله كركرة فما توادن تاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوله هو في النار نار تايو هذا فذهب ويتقن ينظرون حالي في رنيان إليه حقيسة فوجدوا حيها لنا عباءة بستة أو غد غلها أو خيامي أو حضي به كهلا وفي الباب وحاكسوغن أحاديث كثيرة باكسوغن ويأتي بعضها بركودنا وإيمانيا في باب الظلم بوكو إيماني والظلم الظلم على ثلاثة أقسام صدح قيبوت يعني قيبو صدح دوشي دائيو هذا هو قيب سمي أحدها متكود وحوي وأكل المال حوله الله عنه بالبادل بادل لغو عنه وثانيها متكال لبادنا وحوي وظلم العباد أدومها الله الظلميه بالقتل دل والضرب قراعد والكسر الشبين لتشبيه أدوما دي والجراح داوع على داوعه يعني ونوع الظلم كمذا
وثالثها مثل صدحات نوحوي وظلم العباد أضومه إلا الظلمي بشتم عي يو اللعن إلا نعضله يو الصب عي يو الغدف يعني إنسنا لقوقنه. وقد خضب النبي صلى الله عليه وسلم نبي واخذ بي الناس ذاتك واخذ بي بمنا من ميش الإله فقالوا حري إن دماءكم ليققينا يو أموالكم حولهينا يو أعراضكم شرفتين عليكم دوشين حرام حرام بكتا كحرمة يومكم هذا مالينكين ننسد يعني مركا وحرمة أوليه الذين كحرم حماطين الصميسان ومالين كتبنات في شهركم هذا بشين ندي القعدة في بلدكم هذا بلد كينن أو مكاء متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم نبي قل لا يقبل الله ألا ما أقبله صلاة صلاة بغير ظهور أن لا ظهار قادا ولا صدقة صدقنا ألا ما أقبله سبحانه وتعالى صدقة سو من قلول خيان يبولك أحد قاد بك شقية عيلي مساجد باني صيح حول الربا وككس بضيب وحولي وحنكور بحنايا مساجد بانكور بحنايا ولا صدقة من غلول إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا الله وألو ونكسنه وحلال ويوحك لعله سبحانه وتعالى ما أقبله خلقا مركا قبول كمركا لقاها الله نصوصة صدح شيبا لقاها نفي قال الشيء ديد مدن لديد إلا ليه لا أقبل ما يو نفي قاسي وحوي ونفي الوجود إيا نفي الصحة إيا نفي الكمال صدح رأسا نفي قول نقطة هل قلنا وحوي مركة نفي الصحة لديدي. وقال السيد ابن خالد الجهني وحوري أن إن رجل ننبى غل خيامي في غزوة خيبر دولان كي خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قواديدي من الصلاة عليه إنه كنت كذا وقال وحوري إن صاحبكم صاحبكين غلوا خيامي في سبيل الله إلهي سبحانه وتعالى جدك سدحيس ففتشنا ونبارني متاعه ألابتي سيبا نبارني فوجدنا فيه وحانو كهلنا خرسا كول وما يساوي الدرهمين إلا بدرهم آنو لقمن حال كول هو اسكل ذاته إلا بدرهم آنو لقمن أيانو كهلنا خرجه وحاصو صار حديث كأبو داود والنسائي حديث كنا ضعيفه شغلباني وحوك ضعيفية إرواء الغليل كاتدو بقول يلحي الله باتن رقمك. وقال الإمام أحمد وحر الإمام أحمد وحر ما نعلم مؤقين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وترك الصلاة صلاة إنو كتغي على أحد روح دوشي سلقوت كنيا إلا على الغالي روح خيامة السمية يوقاتل نفسه ينفسدي سميت كدلم ويان نبي برشد المسلمين توحي كرد انت وكت كنيا لكن لبقف كما تكنينو روح يسقو جهاد كتر غلول إيا خيامة السمية نبي كما تكنين كنفتي سدلنا نبي كما تكنين لكن المسلمين تكلوح لها صلوا على صاحبكم صاحبك إن كنت كذا. ولذلك وحي الله دين علماء إيادتك أهل الفضل روحا معاصدة هدي إلى يكورون يهي دائما أما خمرك دائما أما سندة دائما أما صلاة لأنت يهدي إلى يكورون يهي دائما علماء كنت كان مايان وزجرا لأمثاله كو إساق الله مدسل لو قدقه ومركا أي دقنين ونقط الكبيرة العشرون كبيرة الله باتنا دوحوي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل والظلم إن لقوقات حول هددك باطل إن لقوقات. قال الله تعالى لا يحلي ولا تأكلها عننا أموالكم حوله نبينكم لحدينا بالباطل باطل هكو عننا أو تدلو مركا آذر راري عصان بها أي إلى الأموال حوله آذر راري عصان إلى الحكام حكامتا يعني حقو ذي إذنكو لا لوشو سيني. وقال تعالى لا يحوري إنما السبيل شتكي وحوء هذا يدنبي قلوه حكومي على الذين كو يدشو ذا يظلمون الناس ذاتك دلمني ويبقون دلبي في الأرض أرلد لحذي بغير حق حق ذر أولئك كو أصلهم وحاوصون هذا عذاب 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 كاسو أليم أي مؤلم وحنوشية. وقال تعالى لا يحر والظالمون الظالمين تما لهم وسغنان من ولي أرمه عدم مشا يولا نصير وحفه ليؤقر قارتون ومسغنان. وقال صلى الله عليه وسلم نبي حر الظلم ظلمك ظلمات مقديال ويوم القيامة مالك قيام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
يوم القيامة. طيب حديثكم هو صحيح البخاري باورني مسلم من حديث عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم نبي حوري من ظلم الروح ظلم شبرا تاكو أو من الأرض دولك كمدا دوقه وحالو قرد سيايا ولقنت الله سورا إلى سبع أرضين إلى تضبط دولك جارو تاكر دولو دولمي تضبط دولقنت الله سورا يوم القيامة مالك قيامة. وقال تعالى إله وحده سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ما ظلم مثقال ذرة نور عصوح لك إله يضمد كما ظلم سبحانه وتعالى حي الصفات الكمال با إله أسقنا ضيو ألا وألا عادل سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الحديث حديثك وحاكس قلنا وديوان ديوان ما كمد الديوان ذا إلهي لا يترك الله إلهي أن كتغين منه حقيس شيئا شيء وهو كاسن وحوي الظلم العباد أضمها ظلم جمرك أيس ظلميان كالجتغ ما يلا إلهي أكل جرسوره الله كلا حقا. حديث كان سند كيس الضعف وكشر لكن كسوغن وحوي حديثك والنبي يقول لي هاي يعني الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه ظلم يصدح قيبوت بو قيب سمايو مد ان الهي سبحانه وتعالى دافين او ان الشرك لظلم عظيم مد كلباتنا وحوي وظلم او دافيو معصيه ادونك او سميه اسغا يا ربي كدخيا الهي سبحانه وتعالى هو دافي حدودون ظلم إلهي أن كتير وحوي وظلم العباد يعني بعضهم بعضا ضمدوا إلى الظلميان بركود بركة لأي ظلميان إلى حق وذا الله كالقاضو. وقال عليه الصلاة والسلام نبي حوري مظل الغني ننك هدى كا مرمرنتي سأو مرمر روحي حق كلها ظلم وظلم ونبي صلى الله عليه وسلم عليه رواية لو حكيرها لي الواجد ظلم روحا يعني خضن كأي وحي لقولها ورورتشيني ميرميريني وظلمي يعني يحل عرضه وعقوبته وحلالين يا إن وحلق الشيخ يين العقاب الله بضبا. ومن أكبر الظلم الظلم متك أقويا وحاكم ذا اليمين الفاجر دارتي بين تأهيد على حق حق يعني مركا دوشيس وكو دارني عليه دوشيس كسوغا وحيساق لقول يبودار بينك كدارن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله وحوري من اقتدع الروح قوستا حق امرئ مسلم روح مسلم حقي بيمينه دارتي سكو قوستا فقد أوجب الله له إلهي وحو واجبي النار النار بؤل واجبي سبحانه وتعالى. قيل وحلي يا رسول الله رسول كله وإن كان شيئا يسيرا حضيب الشيء يرتحين بالكور وحو قدرت. قالوا حلو وإن كان قضيبا من أراكين وإن كان هباهات قضيبا لان أو من أراكين عضي رمي لان عضي أمر رمي حتى هدوك دارت وحلق وحق درؤك دارت إلهي سبحانه وتعالى النار تيس واجب سدي حولها مركب مسلمين تا إن أدغلن كقادت إن أدغري كقادت إن أدغنعسي بين بينك كقادت iyo inaad hadii ilaahay ku runyo waji kasto oo xaraan oo aad ku qaadato sina kuuguma banaa. Imaam Muslim baa fi saxiixi ku warinaya waqala sallallahu alayhi wasallam nabi wuxuu yiri man isticmalnaahu ruuxi aan u shaqaalayno ala amalin amal ruuxan u shaqaalayno shaqaale aan uga dhigno oo fakatamana naga qariya makhidan irbad naga qariya iyo famaa fowqahu wixii ka koreeya kaana wuxuu ahaanaya quluulan qiyaamo أو يأتي به الله إيمان يوم القيامة مالك قيام روحاً مسؤولية عمل أدي بنو إربط وحلاك نجا قيامية مالك قيامة والله إيمان يوحي قيامية سقوس ذا عجيب حبل غيابة وحيابها مسؤوليات كدتك وترتمية ما بي قانين شرعي نوح وقتل مامي ما قرنية. طيب ولذلك الصومالي ذو يدك أركي مركي قبائلك وحقيب سنة يا خير ولي محمود دونه وزير كمالية دونه أنا وزير كمالية دهنا السيارة وزير كمالية محل دونه هنتي ده وما دار ربعين لحظة الله بابا إن كان
xoolo yani dawladdii aan xoolo ka dhaxalin oo aan wax ka boobin oo wax ka qaadin waxaa loo yaqaanaa nacas doqono oo kaas waxaa geeridii nabiga ma oga baa lagu oranaya geeridii nabiga ma oga dayib وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحول إن شملة قوي التي تاسو أغلها أخيامي أيا لتشتعل عليه أي كوكبنيس النار النار يعني مركا أوكبنيس فقام الرجل نبي ومركو خد بدي نمبا استاغي فجاء وحليم بالشراك صون عند البوليم وكان أوها أخذه مدقاتي لم تصبه يد آني أصيب المقاسم قيبتي فقال نبي وحول شراك من نار waxay odhan jireen waxay ilaahay Soomaalidu weesha gowrac dibiga waxa ku qoostay suun yar buu keenay oo wuxuu islaa suunkan waxba la oran maayo iska qaada lagu oranay kasa nabigu wuxuu yiri shiraakun min naar suunkan hadda sidaa ku qaadan lahayd oo saad ku dhiman lahayd suun naaru noqon lahaa waa kabta suunkeeda yar ee suulka la geliyo baa ninka lagu haysta ka badan waxaad u malaynaysaa waqaala rajul nimba wuxuu yiri ya rasuulallaahi rasuulka ilaahu in qutiltu hadii lay dilo صابرا أنيقو صبريا محتصبا أنيقو أجر ضلبيا مقبلا أنيقو سوچي دو عدو قابليا غير مدبر أن دبتشي ديني أتكفر عني ملدافيا حقيقا خضايايا قففكي ملدافيا قال وحيري نعم ها إلا الدين الدين كمو يعني فير الدين كسو أدقي نقصو ما قلو اسك قادن اسا الدين كي يعني كان لغا قادن يا قوري مايو wixii oo dhan baa iska wada fudud ninkii jihaadka ku jiray waxa la yeeshay shay walba waa lagu dhaafi laakiin deynka ayada lagu dhaafi maayo rawahu muslim baa warinaya waqaala sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri inna rijaalan rag oo yatakhawaduuna dabaalanaya tiimbanaya fii maali illaahi ilaahi subxaanahu watacaala xoolihiisa dhexdooda biqayri xaqin xaq darro yacni ku tiimbanaya فلهم وحي ليهن النار نار بي ليهن يوم القيامة مالك قيامهم حولها الله سبحانه وتعالى نعمت وكسيه بي كمتهاي الله بشي بقى لغا ربا يوم ميشات ككسبان يسو يا دريقة حولها ككي نسانا إنه حلال نغطو ميشات كو بحي نسانا ميل إلهي كراليهي إنه تهي لو دا شي بات كو بدبادس رواه البخاري باوريني في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوري لكعب بن عجرة كعب بن عجرة صحابي قال وحوري لا يدخل الجنة جنة قيل مايو لحم هلب هلب كاسو نبت لشي من صحت بولي حاران كده شيء النار نار بأولى به أهبون بير نبي صلى الله عليه وسلم عليه شركست أو حاران كوكب عي أما حاران لغو عي لي نار بأولي سن ونبي صلى الله عليه وسلم عليه طيب وصحيح على شذ الشيخين أيور الشيخ رحمه الله تعالى إمام أحمد عبد بن حميد في المنتخب أبو يعلى في مسنده عبد الرساق في المصنف دارمي في سنن ضحاوي في المشكل ابن حبان يغير كود باورنا وقال عبد الواحد بن سيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن سيد بن أرقم عن أبي بكر أبي بكر وحلقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحول لا يدخل الجنة جنة قلي مايو جسد شر قلي مايو جنة شركة سو غذية بحرام حرام لغو برباري حرام لغو كري يعني غذية لغو كري بحرام حرام لغو كري جنة قلي مايو ويري النبي صلى الله عليه وسلم عليه دبراني با في الأوسط كورنية ابن عساكرنا في التاريخ أي كورنية عبد بن حميد في المنتخب أي كورنية سقنا ويدخل بابك ومرك ينوخ لصينية ويدخل وحاسوق لي في هذا الباب بابك حولها مسلم كإن حق در الله وعنا وحاسوق لي المكاس عشر قاده وعشر قادها وقادع الضريق متكي شتك قويني شفتيك أها أما موريانك أها أما يعني ودقلك أها دبتشيفك أها يوصارق توقي يوالبطاط من البط يبقى لك كيانا يو يعني واميت كتشيب كدلاعية تشيب دلاعية سكين بكله سؤر دي يو مركاد مال عريري مرتو وسكين تشيب كي كتشحية بطات بالي ده يو الخائن وميت كخائن كا يو الزقلي زقلي كنا وخائن كا من القش يعني زقلي وقش كا لك كيانا
يوزقلي يعني متكي خائن كايسقنا قشك السمين يبا كمذا. ومن استعار روحي عاريستي شيئا شيبا كمذا فجحده ديدي قفبو وحك عاريستي كدب نواديدي. ومن ضفف يعني روحي نسقامية كمذا فضودية في الوزن ميسانكي والكيل باقي أيو فضودية. ومن التقد روحي قاطيبا كمذا يعني مالا حولا يقولك كقاضي فلم يعرفه ما نيبوهن كاسنا وكمل. ومن باع روحي إبيبا كمل شيئا شيء شيء قاسو فيه عيب عيب أي كسو وانتعي أو فقداه قريه عيبتي شيء كترتيب قريه بايع مشتري بيسكو شيء لكن هو حارا عنه. طيب بايع مشتري ما وكوا الدوين كدعي إبينا وكوا ملبك قصية وكوا عانها برحية وأكو هدي إلى يكورون هاي شيء قد عيليت ككبد ليه وحاصرًا عيب شيء يقول هذا يقرن أيام مرك جن عصدي يسوي قانين لكن وحارن عنايا الكواس. ومن باع شيئا شيء روحي إبيه شيء قص فيه عيب عيب أي قص قنت وفقداه قرية أي كم ذاتك حولها يعني ذاتك بادل ككعوني. والمقامر متك خمارك يعني حولها كوك هذا نيبا كم ذا. ومخبر المشتري نينك مشتري قامتك أقوى الرمي بالزائد استيادة أقوى الرمي أيا كمذا. ومخبر المشتري روحي مشتري قامتك أقوى الرمي بالزائد استيادة أقوى الرمي محيط معنى وحولي هاي الشيء قان قيمة أن لقى الصوصين أيو حولي راس مالك يعني أم لفيه أم بانك هكذا إناه أسأل له بذن يامانت لفيه أم بانك هكذا إياه بقول لا تنبو يقوتشوك أنا بقول لا تنبو يقوتشوك بقال لا تنكم تجوا على غير بس عشان إنه كتجوا لكن حد كأوقع بصدق هذه مركم حاط تغليف كعب قوة شيء كان قيمه إنت سو تجوا إنت سانكاسين كرا ما إنت ما يقدر يمكر تكامل يمكر. ومخبر المشتري مشتري قمت كوجو رمي وبالزائد السيادة وجو رمي. الكبيرة الحادية والعشرون كبيرة كوبي لعتنا السرقة توجدي وي. قال الله تعالى إلى يحر والسارق توجي والسارقة توجدي فاقضعوا أيديهما قعمه دقويا جساء أي لأجل جساء أبا المرين درتد بما شيء سببتي وكسب أي كسبدين نكالا وعقوبة من الله إلى حق إسكاهات. والله قال لنا سبحانه وتعالى عزيز على قالبة أعد والبكاء دقو حكيم مرتبدا وفرصا وشيء والبميشكوها بوندقا أفعاشي سي أقواشي سناي حكمة كل سنة أيوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحري لعن الله ألهن عضلو نحرستي سأل الله كدر يا السارق ميت كتوغا يسرق حضي الحبل حرك فتقضع يده مركاسا عنتي سلقوين يعني رواية كله يعني يسرق حضي البيضة وكم حضي فتقضع يده مركاسا عنتي سلقوين مركا يا حارق جعان لجو جوين ماي واتصالقه علماء وحيد أنا مركز شرح يعني حلوقة شيء ذا ومن بابي من باب السجر والمبالغة أما وحلوقة شيء ذا تين سبا لوقة شيء ذا يو حركها قار كود بقال يسيد كود دنياها أوكل أو نساب كي جار يبا. طيب وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحيد لو أن فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد هدي سرقت أي حد لها إذا لقدعت يدها قعنت يدا نقوين لها إحما قليم بيري نبي صلوات الله وسلام عليه قبل أن فاطمة بنت رسول الله هدي وحد لها قعنت نقوين لها. وقال صلى الله عليه وسلم نبي قحر لا يزني الزاني روح الثاني قاي مصنع يستو حين يزني مركو الصنع وهو مؤمن نساق ومؤمن أعطينا صومرنا إيمانك وعلاقا لكركي ساسد الضلائد وكله يعني مركا الله هريه. ولا يسرق محض السارق متك توجاه محض يعني حين يسرق مركو وحضي وهو مؤمن أصغ مؤمنة أو الله سبحانه وتعالى رميسان إيمانك سعود ميستراني. ولكن التوبة توبة معروضة مثل الله بندقوي بعد انتاك قدام توبة يدو أفرنت أيوم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أيضا فرنت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
xadiisku marka waa xadiis saxiix ah, saxiixaynka Bukhaari iyo Muslim ayaa warinaya. وعن منصور بن معتمر عن هلال بن يصاف عن سلمة بن قيس قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحيد الله وياي إنما هن نواهدي أربع أفروي أما إنما هن أوامرته لبدا والي أربع أفروي وحل إذن فرعي ألا تشركوا بالله شيئا إلهي سبحانه وتعالى شيئا إذن كل معنين حقوق ذا يحق إلهي لي عدنا إذن ولقيبا ولا تقتلوا النفس نفس دين أيضا دلين التي تاسو حرم الله إلهي سبحانه وتعالى وإذن كحرمي إلا بالحق حق لقود اللموي ولا تزنوا إن إذن سنيصنين وقوغل راف أيضا لئما ولا تسرقوا إن إذن وحد أيها الله سبحانه وتعالى ورسول كيسو إذن فريا وأنا أوامرت الله سبحانه وتعالى شرعك وإذن كفري رسول كنا صلوات الله وسلامه عليه شرعك وإذن كفري sariiqada qofka tuuga ah haduu waxdo gacanta intaas la goynaya kafka laakiin goynta gacanta la goynayo sharciigu shuruud buu u dhigay afar ah shuruudda loo dhigay waxa weey shaygan uu xaday inuu yahay yaani an yabluqa nisaaban inuu nisaab gaaray wa inuu yahay rubu dinar ama saddex dirham wuxuu dhigma ربع دينار أما صدح درهم وحولك ربع دينار كذا صدح درهم يعني وحليك بنغني صدح درهم الدين اللي لهذا حلك جرام الذهب كأها ما غواه أفر كل أما صدح كل أفر كل مركز صدح لو قلت فتوى إمسا لا بيت طبعا كل هذا هل شيء يحوجا نوجي والعقب بقول دولار يحوجا ولي أنت طيب وين النصاب كي يحد كي جارا وحا أو حضاي shayga labaadna waxa weeye shardiga labaadna xirsu limisli xoolahan oo xaday meel ilaashan oo khasnada meel ay ku jireen wuxuu bananaanka qaaday iyo wuxuu dafay waa inaan ahayn shardiga saddexaad waxa weeye ruuxan waxaadaya inuu baaliq yahay oo qaangaad u yahay shardiga afraadna waxa weeye an la yakuna lahu shubhatun fil maal xoolahan oo xaday waa inaan wax shubha aanu ku lahayn tan xoolo oo qof shuraako kula yahay haduu xaday digacanta loo goyn maayo wixii uu xaday uun baa lagala xisaabtamay tayib afarta shardi baa loo shardiyaa qaal al-imam rahimahu allah ta'ala wuxuu qultu waxaanidi wala tanfa'u anfi'i mayso as-sariqu ruuhi sariqa haya tuugaha toobatuhu toobadiisi anfi'i mayso illa bi an yarudda inuu celiyo mooyaane ma sariqahu wixii uu xaday inuu celiyo mooyaane توبتنا حقنا وحق إلهي وحي كتعلقه حقنا وحوي وحق بن آدم كحق بن آدم فإن نسك عليه فإن كان هدوية هي مفلسا مد عيد هدوية هي تحلل وكحل لوبيا عفو إضافتام وكظلمي من صاحب المال روحي مالك لها ورنا يا ولي عفو طيب توبتنا صدح شردبي ليضا هي هذا حق بن آدم أنا يا حين يعني الروح دنبي معصيده وكفقه inuu ka tiraanyoodo inuu goosto inaanu dib ugu noqonayn haddii xaq bini aadam ku jirana waxaa bini aadamka xaqiisi yacni inuu ka bari noqdo ruuxii xaqiisi u celiyo ama cafu uu ka dalbo alkabiiratu althaaniyatu walcishruuna kabiirada labiyo labaatanaad waxa weeye waa qadcu dariiq waa wadada oo la gooyo muslimiinta oo jidka loo galo iyo dembiga iyo dhibta ay leedahay waa kabiira min alkabaa'ir قال الله تعالى إلى وحده إنما جزاء الذين كوي أبا الكود وحويئون يحاربون الله على الذي قالهم ورسوله ورسول كيسا ويسعون سعون في الأرض أرلضا فسادا حاليهم كوفس هادنا أن يقتلوا إن الله أو يصلبوا إن الصلبيون لدلدلوا أو تقطع أيديهم أما قعمه دا إن لقوقوا يو أرجلهم لقوه دا إن لقوقوا من خلاف سي استلاف إن لقوي أو أما سينفو من الأرض دولك لغا مسافري ذلك كاسي خزي ودل اللهم يغا أسوء ناضي في الدنيا الدنيا ذا لحليدا ولهم وحيليهم في الآخرة آخرة لحليدا وحي كليهن عذاب عذاب كلين عديم وين بالي سبحانه وتعالى حير إمامك رحمه الله تعالى فمجرد إخافته عبس قلنتيسا يعني كليا السبيل وددأ عبس قليا
هو يسقو مرتكب الكبيرة ذنب وين يعني مثل يمي واحد هذا عدل حولنا آن قادن وضد أوجل درتيد عبسيد المسلمين تو أي كعبستي درتيد أي ذنب وين وكبيرة أوليب فكيف سيدي بحالك نقول يا إذا أخذ المال حوله هدو قاد فكيف سيدي بحالك نقول يا إذا جرح هدو داوع أو قتل أم أودل الروح مؤمنة أو فعل أوسم عدة كبائر دنبية دورة هدو إسكو درصد مع ما شيء يدو للقب غالبهم بدن كودو عليه دوشي سايكوس وين كوا يعني دريقة يدبضى ضدك أوغلا أو من ترك الصلاة صلاة إني كتغانا وإنفاق ما شيء يكون فقيان وإنفاق ما شيء يكون فقي ما يأخذونه يعني وحي قادنا يعني يكون فقيان وأي كبحيان في الخمر والزنا خمر يصنع أي كبحيان إمام الذهبي با وحليه وقتي جسيك شكيني وحليه كوا يعني قادع ضريقة أما شفت ذا لولك جش أما لولتشيف أما موريانكو يعني وحي دقن أولي يجين عبس قلنت أيدتك عبس قلنا يا أمد الله يا وحأوه ليا أنت هذا بدن صلاة متو كذا هذا يحول هلان حولها وحي أديك سدان خمر يستندون بي أديك سدان سما والعبد بدأ يحول هذا بحي أديك سدان خمر يستندون أديك سدان ما شيء تقع وحاسون بي أديك سدان خلاصة مركب باب كان قادع طريق إمام الشافعي إنك مذهب كينا يا عبد الله بن عباس عن جمع من العلماء وحال لقصوا نقلنا يا حضور روح أنتو شدك أوقلو ووحنا ديلو حولنا دعو حكم كيسو حنقونا يا إن ليس قدر دل يا صلبي با ليس قدر يا وانا لدلي وانا لقيقي وهدي لا يكورو انت لدل دلو باقيد لصوري صدح مع الموت العاصي مايو سأي كوا كدم بيا أو عبر قاتان هدو واحد يلا دل كلي أو جيستو أو محوها حوله آن ودعنا مركز نوال دلي طيب هذي حول دعانا وحال السمين يا مركا لق يا جعنبا وحال لقوين يا إصلاف لقوين هذي حولنا آن يدعين ددنا آن يدل المالنا آن يدعين لكن دتك يا عبسي جليين مركز نمحال السمين سند بال مسافرين يا الكبيرة الثالثة والعشرون كبيرة صدح يا الله تنا دوحوي اليمين الغموس ودارتي قفك دمبيتين بنيسي قال عبد الله بن عمر وحوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري الكبائر دمبي دواويني والاشراك بالله إله سبحانه وتعالى الله شرك السمي حقوق دي إله يعيدك للولا قيبي يو عقوق الوالدين يلا بدا والده عاقل لغو نقضو يو قتل النفس نفتي إن لدلو إلهي وكا حرم يو اليمين الغموس يو اليمين الغموس يدارتا يعني روحا مدح 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 نارتا وقوتو ريسا أما الدنبقى يعني تيم بنس رواه البخاري واليمين الغموس وحوي التي مدي وي يتعمد فيها لولا قصدي الكذب بنت لولا قصدي سميت وحالق مقعاب قموسا وحالق مقعاب لأنها تقمص وحيتين بسا الحالف متك دارتي وحيتين بسا في الإثم دنبي بيتين بسا ثم في النار نارتا يتين بسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري قال الرجل نبا وحوري والله إلهي بانكو دارتي لا يغفر الله ألا أدع في ما يلي فلان هبل فقال الله تعالى إلهي بوحر من ذا وكما الذي متك يتألى علي يقدارنا يدوش يقدارنا أني أنقول لا أغفر لفلان هبل إن أنا نؤدم بدافين غاد غفرت له ونؤدم بدافين وأحبطت عملك عمل كاقين وأنبريي عجيب حديث كما حديث آدي آدي إن لو غفر صدق بحر لمن ينبا صاحبها نين هذه غور معاصي ده عصيان كا يوحي إله سبحانه وتعالى أوامرتي سو كو خلافه سهدينتي سي حدودي سو كغه طلب يو مر والبودي نين كلا نين مطيع إله أدعي وح كاسو مال وان يو خلورني او منكر كان كجو وني إله كبا تذكر قلبي على المفتى وحقوني اني إله ساكا يدحبه
markaas wuxuu yihi anigi ilaahay isaga kaaya dhex baxay, isu kaaya daa ilaahay, ma ilaahay baad wakiiliiga tahay. markaasuu intuu cadhooday kelmaddii foosha xumeeday ninkaa uu yidhi kelmad kasii adag buu kaga jawaabay, wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, ilaahay kuu dambi dhaafi maayo. markaasaa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waa kuma ka igu dhaaranaya inaanan hebel u dambi dhaafayn, waan u dambi dhaafay adigana camalkaagii waan buriyey. waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiisku qofku kelimaadka afkiisa uu ku hadlayo inuu ilaaliyo. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid, hal kelmad oo carabkaaga ka soo baxday ayaa galaafan karta mustaqbalkaaga oo dhan galaafan karta. qof baad aada xukunta waxaa tiri waa gaal, waa murtad baad iskala taagantay, waa gaal, waa kan janno ilsaari ma jannada maadaa leh. ninkan raxmaddii ilaahay oo waasic ahayd oo uu koobay ayaa lagu haystaayo waxaa abaalmarin uu yeeshay in laga camalkaagiina waan buriyey, kii macaasida samaynayeyna waan u dambi dhaafay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka waa inaanu degdegin qofku uu aada uga fiirsado masaa'isha. akhrajahu alimaamu muslim baa fii saxiixihi ku soo saaray, wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi salaasatun, saddex, laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama, ilaahay la hadli maayo hadal naxariiseed kula hadli maayo maalinka qiyaamaha, walaa yuzakiihim, ma dahirayo dunuubtoodii kama dahirayo, walahum, waxay leeyihiin cadaabun, cadaab bay leeyihiin, aliimun, xanuun kulul ayay leeyihiin. saddexdaasi maxay yihiin? almusbilu izaarahu, hoosguntigiisa mid ka raariciya ee jiida dhulka, macawistii, khamiiskii, surwaalkii buu dhulka jiiday. ilaahay maalinka qiyaame la hadli maayo, dahiri maayo, cadaab xanuun kululna waa leeyihi. iyo walmanaanu, midka galad sheegadka badan, xoogaa yar haddii bini aadamka gacaniba ay ka gaadho uu gallad sheeganaya, wuxuu leeyahay hebel baan wax siiyey, waxaasaan u sameeyey, baadiyaan ka soo kaxeeyey, anaa koriyo saas yaad u sheegay, waxaa kaa iska sheegay. ka saddexaad waxa weeye walmunfiqu, midka nafaqaynaya silcatahu, badeecadiisii ku nafaqaynaya, bilxalifi alkaadibi, dhaar beena ku nafaqaynaya. saddexdaa ilaahay ma eego mana dahiro. xadiiskuna waa xadiis saxiixa, imaam muslim baa raximahu llahu tacaala fii saxiixihi ku warinaya. وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيد من حلف الروح دارته بغير الله ألا سبحانه وتعالى غير كي كل دارته فقد كفر وقالوا بي فقد كفر محال وجيدا حضو تعديم أولتش يدو وقفكا وقحا وعدا وكل دارنا وينين قال لماذا سوى كفرك يعني دين تلقى بحيين haddaanu uga jeedin weyneyn uu qof waxaan yacni markaa cidduu ku dhaaranayo uu weyneynayo aanu uga jeedinna waxay noqonaysaa waa kufrun duuna kufrin bay noqonaysaa. wa fii lafdin riwaayo kale waxay ahayd faqad ashraka, shirki buu sameeyey, isnaaduhu calaa shardi muslim, waana saxiixo sheekh albani saxiixu ljaamicu saqiirka 7204 raqamka ah, shucayb arnaudna yani wuxuu ku saxiixiyeelay wuxuu ku saxiixiyeelay kitaabka la yidhaahdo saxiix ibn Xibaan, wuxuuna yidhi waa saxiixun calaa shardi muslim. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yidhi man xalafa ruuxii dhaarta calaa yamiinin dhaar, yacnii dhaar dusheed ruuxii ku dhaarta, liyaqtadica biha, inuu goosto darteed isagoo ku dhaaranaya, maalam imriin, ruux yacnii muslimin oo muslima xoolihii, laqiya allaha, ilaahay buu la kulmaa, subxaanahu wa tacaala, walxaal huwa allana subxaanahu wa tacaala calayhi, dushiisa qadbaanun, uu cadhaysan yahay. qiila, waxaa loo yidhi nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh, wa in kaana, haba ahaado, yacnii wuxuu ku dhaaranayaa shay-an shay oo yasiiran fudud, wa in kaana, haba ahaado, shay-an shay oo yasiiran fudud, wuxuu ku dhaaranaya hadduu xataa shay fudud yahay. nebiga ilaahay uu bal ka war, qaala wuxuu yidhi wa in kaana qadiiban min araakin, walow hadduu doono haba ahaado laan cadaya ama laan rumayaba ha ahaadee, waxa uu ku dhaaranaya wax saa u liitaba ha ahaadee, marba hadduuba xoolo muslim xaqdarro uu ku goostay ee dhaar beer uu ku goostay
يعني وحوي نار بو متيسنية. وصح وحا أنصحي تغليظ أتكين لا أتكي إثم الحال في متك دارنا يدم بجيس كادبا حال بين وكو دارنا بعد العصر عصر كقداشي سأين لداري. وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر كنبي أكتي سنة مساجد كمدينة منبر كيس أكتي سنة لقو داري وحيابا دارت لقوات كي وفي بعض الحوالي اسكو قبتين حالتك الظنقاء يعني كو حوق بدن بقول كيبا بقول روحا إن كان إنه خايي هاي بين واسيها لكن واحد قناعها كو قناع سنتها إلهي سبحانه وتعالى حدو كو دارت أسماء ديسية مقعي ديسة الدنيا والله لا إنا دوت الرسول إسم حالات كينا حال قصة مين أمرك والله أتكينا أنا كين مساج كان تجينا ورت عصر كهلا جارو عصر كهلا تكذ بعد العصر بقى إيه دارنا إسم مين برك أكتي سنة وان كوجينا يا مين برك أكتي سايق دارنا إسم وأتكين لا أتكينا أمرك. وقال صلى الله عليه وسلم نبي حول من حلف الروح دارت وفقال في حليفي دارتي سكوي هذا باللات والعزى لا تأي عزى يعني إري قاسك كل دارتو أفكي سأي كسو بحضو فليقول لا إله إلا الله يرهدو صعبة رضوان الله عليهم قار كودبا إسلاني مدودو أي دنبي سيو لقن كي هو روحو أها إني كل دارتان لا تأي عزى أي كل دارتان روحي لا تأي عزى كل دارتان فليقل لا إله إلا الله إذا أنو قصد عرب كيساي يعني مركا كبحثت لغف قوحو عاديستو عرب كوبرت مرر بدن بو كبحثت متفق عليه. وكان من الصحابة رضي الله عنهم صحابة وحكمدها من با كمدها هو يسقو حديث عهد عهد قيسو يعني وقت قيسو عصبيها بالحلف بها دارتي وكوداراني لا تأي عسو وكوداراني يعني بما ألف بها يعني شيء قبط مي أولى سمي نفتي سمرك قبط انت. فربما سبقه إنه كهر مرى الغيابة لسانه عرب كيسو إنه كبوب إلى الحلف بها إنه كرر طلاتي عسى فليبادر هودك دق بقول لا إله إلا الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قل لا يحلف مدارت عبد أدون لا يحلف عبد أدون مدارت عند هذا المنبر منبر كان أكتسك مدارت على يمين دار دشدنك مدارت دارت سوء آسيمة مدن بوديء دار أدن بأكم طيسني ولو على سواك عضي أمر رمي يعني حقول دارت يعني عضي سوء رد بين قوين لان قوين إلا هدوش روح يعني مركز سيدا كل دارت من برك النبي أكتي سنة كل دارت وجبت له النار نار بأواتبس نار أي أواتبس. إمام أحمد با في مسنده كورنيه الإمام البصيري يعني في الزوائد وحكوله يهي إسناده صحيح صحيح الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء لبكم بقول سقاشن يتضبع يعني رقمك الكبيرة الرابعة والعشرون كبيرة ده يعني أفر الله تناد انت إنن كم بحين مركا دارت الروح ودارنا يهم نبي قحوري صلوات الله وسلامه عليه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت روحي دارنا يا إلهي سبحانه وتعالى هكو دارته أما هيسك آمس مركا عدو الباء وحيابها عرب كود أقبتمه يا هذه قور أي سوع العليان بأكتو دكوي نقول صومالي ده دي لله إلهي دي الله قدرت والله هي بالله وامر يا كتابه يعني قعنته وكل شيء ذي طيب هدي لي لكن حلها فرج مرمى حلها بلو يركادي بكورني مرك حليه زاب إلهي كجوي صما عروفا هي حلها يوحنا إلهي كجوي سبحانه وتعالى ما إلا يسقيل عليها مرك الكذاب في قالب أقواله كبير ذا فري لبطن هذا هو الكذاب الروحي بين لها في غالب أقواله أقواشي سي هذا الذي سينتبضا روحك بين شيقي. قال الله تعالى إلهي وحوري إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني من روحه هو يسق مصرف حد قدبضا وكذاب بين الله مهنوني سبحانه وتعالى. وقال تعالى إلهي وحوري قتل الخراصون
بينالياشا ولا نعضلي بو الله يري سبحانه وتعالى الخراسون لبا معنى مفسرين تو اي كنت المامي معنى وحوي واكو وح قياسي وح ملا اواله معنى وحوي وبينالياشا كو بينالها ولا نعضلي. وقال تعالى إليه وحوله ثم نبتهي الآن حبارتنا فنجعل أن يلنا لعنة الله إلهي نعدشي سوى رحمة الله إن لقد إرياه على الكاذبين بين الياشا دشود أن يلنا وفدق غير نجران إن صارد أهامرك النبي محمد أي مادين وحياب بدن وضوض بدن نقاش بدن القرآن كله قال سورة العمران سيدة كسوغن ayaali khulaasada iyo gabagabada warka murtidiisa waxaad ku soo gabagabeysaa aan habaartana oo labadeena kooxood kooxda xaq ku soconaysa iyo tabaadilka ku soconaysa si loo ogaado aan ku habaarno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naxariistiisa ka dheereeyo nacdasha alleena dushooda ay ahaato kuwa beenaalayaasha. Waqaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabigu wuxuu yiri innal kadiba been, yani nabigu wuxuu yiri innal kadiba beenta يهدي وحكهن يا بنت إلى الفجور فاجر نمذ الروح كهن لسا وإن الفجور فاجر نمذ الروح ضاعذ إنه كبحنا يهدي وحي الروح كهن نساء إلى النار نار تكهن لسا وضع يعني بنت وحي وصيله وطهي فاجر نمذ يضاعذ إن لقبحه ضاعذ ولقبحان الروح وحي سبب يكون نساء نار تين وقلب. ولا يزال الرجل ننكو كسو لما يكذب إنه بين شيء غير حتى يكتب إلى الله قرع عند الله إلهي سبحانه وتعالى أكتسا كذابا بين الله إلهي أكتسا الله قرع حكف هذا حد بدن روح إلهي أكتسا على مدى أستانت يتلمانت اللو يغانا أيتها بين عليه. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري آية المنافق على مدى أستانت الروح منافقة وحوي ثلاث صدحوي إذا حدث مركو ورمو أو شكين يكذب وبين شيقا وإذا وعد مركو بلنق لنا أخلف وخلافا وإذا تمن هدي لآمننا خان وقيام يا. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحولي أربع أفر من كنا فيه يعني روحي أي لحديث أهات كان وحو هذا منافقا خالصا منافق برحلة منافقا بيسكو ظاهر. ومن كانت روحي أي هات فيه لحديث خصلة أرن أو منهن كوا كمدا كانت فيه دحدي سوحا هاتي خصلة أرن أو من النفاق نفاق خمد حتى يدعها إلى أوكتغو إذا أتو من هديل لآمنه خانه وقيامه وحلقوا آمنه يروحا أما ها هاتو مسؤولية أمدين أما مال يحولها هاتو وحكستو لقوا آمنه أما ندوينه كصبح. وإذا حدث مركو شاكين إن كذب وبين شيئا وإذا عاهد مركو بلنق لنا قدر وبريا وإذا خاصم مركو دود ينا فجر وفاجر نما سمايا وحقب كل إحدى متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحوري من تحلم يعني روحي اسكدون دون ريو بحلم ريو ريضا سلم يره آن أرق كلف وحاله كلفة أن يعقد إنو قنتو بين الشعيرتين اللي بحبو قمنديا يعني لحدود إنه يسكحر يوم القيامة مالك قيام ولن يفعل من الصمين أيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه البخاري أيضا حاله كي هذا حديث كان روح ووحو الشيكتي وحان كريون إنه وكريود حالي وحان كريود سيدا يسيداس طيب حالي وحان كريود إن أبار دعيسو إن مصيبة دعيسو إن ليدين بابي إن أيه أيان كريود حالي لي مركز محوها حلقو كلفة يا لبا حبو أو قمندية لبا حبو أو قمندية إنه إسكحره حالك إسكحر بالله أرانا لبا حبو قمندية ما إسكحره كرة ولن يفعل ما صميني. وقال صلى الله عليه وسلم نبي حوري من تحلم يعني الروح إسكو كلفة بحلم ريو أو لم يره آن وارا كلفة وحاله كلفة أن يعقد إنه قنت بين الشعيرتين لبحب أو قمندي لحدود إنه يسكحر يوم القيامة مال كقيامه ولن يفعل من السمين. رواه البخاري أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم نبي حري إن أفر الفرا
بين أبورد وحا أقوين بو نبي قلت صلوات الله وسلامه عليه أن يري الرجل ننكو إنو تسي عينيه لبدي سيندود ما لم ترى يا وحاني أرق يعني حالي وحان أركو كريو دي سدا يا سدا. رواه البخاري أيضا. وأخرج وحصوبحي البخاري حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه بضوله حديث لير وفي منام النبي صلى الله عليه وسلم نبي قهرددسي قصاب سنيريديسي وفيه حديث قدهي سوحا أما الرجل ننك الذي كاسو رأيته آدركتي يشرشر يدو لتحتيح أيو لدلدلع عينيو شدقه قول الكيسة أيضا لدلدلع عينيو إلى قفاه إلى قدات كالقجارو ومن خره سنكيسي سنقرور كيسين يدو لدلدلع عينيو إلى قفاه إلى قدات كالقجارو وعينه إشي سيدو لجيحيو إلى قفاه إلى قدات كالقجارو فإنه إسقو الرجل ننكيوي كاسو يقدو شرمادا يوكالهاي من بيته قرقي سوككالهاي فيكذبو بين أبوراني الكذبة بين بو سميني بين تاسو تبلغ الآفاق جيهو ينكوردن قاريسي عقاب حكومة تيستنين كاسي صبحي بو بين بو سو أليفا قرقي سوكسو بحا بين تي او أليفا ومد او سميني أي أدون كو يجهوين كوردن وذا قاعد وحابالو يا شيء مركا قول الكيسان إن لا دلاعيو مقص لقيليو إلا قداتك لقي قارسيو سنقرورك إن لا دلاعيو إلا قداتك لقي قارسيو إيش إن لا دلاعيو إلا قداتك لقي قارسيو ساسون بارلو عقابي إلى قيام الساعة مركا وفول حمد إيا الصورة إيا موقال كحون إيا نبي كبحيي بانت كو هذا النوع عن سوق اللي يمتقاني وقت أنا عسرقه ويلا شان يرير يا وب سيدة إيو سوشيال ميديا إعلام كمالهم كقرقرة حل بين بو صمينيا قبيلة هبل يا قبيلة هبل بأس دلي وحنا دعي مالهم ورك صمينا وركي بو وب سيد كو كقرة يا وقرنيا بقول كن أوقف بآخرنا يا كسرنا وب سيد بيب كقر نايدي وب سيد كيا يروحي سب وبين مشي كيا يري يا شركة صومالي دو مالها أي كدق ويدي وحابا كم إذا بينها يوحيابها اللفافين أي وعنه صلى الله عليه وسلم نبي وحال قوري يطبع المؤمن ومؤمن كوحال لقو الضبيعية وحال ضبيع الله قد على كل شيء شيء كستا يعني دوشي سا أو ليس الخيانة بين تآنهين ليس الخيانة خيانة آنهين يو الكذب بين إيا خيامة وحانهين مؤمن كالضبيع عضبي النقطها فلينما والغا يابا ان ادي لا يكوري بخيل نما والغا يابا ان لغا هلو انو فلن نقدو والغا يابا لكن خيانه يا بنتو مؤمن كدبيعو من نقط روي والوري باسنادين الضعيفين لبس سند ضعيفه اي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لغا وري وعنه صلى الله عليه وسلم نبي وحا لغا وري قال و خيري ان في المعاريد سربيبته وحا كسغن عارض والسربيب لمندوحة يعني وصعبة كسوغا يعني شيء لغاقا كافتومو كاديقا عن الكذب بينتا كاديقا وكاقا في النار. طيب إن المعاريد السربيبتا لمندوحة وصعبة كسوغا يمال لغاقا بحصد يعني عن الكذب بينتي حديثكو إن نبي قال الله رفعي وضعيف وصحيح موقوف ضعيف مرفوعا سيد الشيخ الباني في الأدب المفرد وكتل ما مسدد بقول سديتني يشان رقم كا عمران بن حسين بوكسو جنيها عبد الله بن الشخير بو حليه صعبت عمران بن حسين بن لصاحب إلى البصر فما أتى علينا يوم مال النوم إيمان يعني مال المالمها كم إذا إلا أنشدنا فيه الشعر قبيب وآخره وقال وحولي إن في معاريد الكلام لمندوحة عن الكذب عمر بن الخطاب نسيت أسئلة بقى كسوغانو وحول أما في المعاريد سربيبت وحاكوسوغان ما شيء يكفي كدق وكغفلنا هذا المسلم الروحي مسلم كها عن الكذب بينتك كغفلنا هذا وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحول كفى بالمرء إثما روحا وحادن بأغفلا أن يحدث إنه كشيك بكل ما سمع وحكستو مقلي إنه شيك
رواه مسلم وحكست هذا بقى شيء مركز كيل علينا سيفافس. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري المتشبع متك إسكدرجية ما لم يعض وحان لصيم بو إسكدرجي كلابسي ثوب يزور وحول مديحي لبا مرأة بين أه يعني روح ليب ولمديحي رواه مسلم سيدي أبو إسكدرجي معناه وحان أحين حضيتها علمي يا حضيتها حوله يا حضيتها مال وحنا حديثك سببتي سوكي من لبض مر أول وذقبه أي نبي صلوات الله وسلام عليه ميت كمده وحي كتري وحان حول أن ننكي السنين حدا ننتان لبستو أو دنقل يحاوين إذا الله يلقبه أن موت سيو إن ننكي السيي بل كور كذا نبي وحولي المتشبع بما لم يعضى كلابس ثوب سورين وين العضاء دمركو إن يوحى سميان علي شيء نبا يجور من قصة لبا دمر ولا وذا قباع مدي أنت قبل خلقتي مي باتيك لقذا وسميس مركز يوحى الله لو يحب لوكاتي مي لها يالي بيزيل لبست وسحرت تي قذا الزمان السمسكين تاعي يوحى نورن ذهب يقاضت فرول بي إن ذهب كجتر قذا دي بيوصل ميس وابا إن دران درت تنا وحي ربطاين يسكودر توترانين كأي بي وحن تي وين دران درت قذا دي مركا يتي وصل ميس إسكتت وابا صوح ضيبا يا نينك يفرمو يوح كلي ولا جواي هم حا حقيد بتكجتر تا حوين إذا ذن كلي وحا ذهب وي بس ما أنت يوصل بوقته كوا الجوج من وحاز عدالة ما طيب وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحول إياكم والظن حان دينك لدقى يا إذنك إيا ملها محايلة فإن الظن مله أكذب الحديث ورمتك أقبين تبدا واحد متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحول ثلاثة صدح لا يكلمهم الله على الله لما يؤل الحديث وفيه وحاكوش ملك كذاب يعني بقر بين لا رواه مسلم. أسباب كليفة سامرك مجرته adilladan oodhani waxay ino tilmaamaysaa ruuxa dhaqankiisa ay beenta u badan tahay inuu yahay yaani ay tahay kabiira min al-kaba'ir ruux ku dhacay lana doonayo ruuxa muslimka inuu dhaqan iyo caado ka dhigto carabkiisa inuu runta bar xataa waxa uu yiraahdo ilmahaaga markaad bajinayso xuux ha oran been haw sheegin adoo aan wax siin inaad disho doonaya ha oranin ho waxa ugu yar sidqiga iyo runta yaani marka ku barbaari ilmahaaga iyo ubadkaaga adigana dhaqan ha ku noqoto. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawaab wa a'lamu billahi tawfiq.